أنابت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة الدكتورة مريم الهاجري الوكيلة المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة لافتتاح ورشة العمل التدريبية حول إعداد خطط سلامة المياه الوطنية التي تعقدها جامعة الخليج العربي بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز صحة البيئة بمنظمة الصحة العالمية. فريق وطني متعدد التخصصات يجتمع على مدار 3 أيام في أول ورشة عمل انطلقت اليوم في سياق البرامج التدريبية المصاحبة لمشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين، وتنفيذا لتوصيات مجلس الموارد المائية المتعلقة بالتركيز على جانب تنمية القدرات وبنائها للمختصين البحرينيين. هذه الورشة الخاصة بسلامة المياه تعقد بتعاون مشترك بين وزارة الصحة وجامعة البحرين ومنظمة الصحة العالمية. الهدف منها هي تنمية القدرات والكفاءات عندنا في مملكة البحرين، بحيث انه يكون هناك في تنفيذ للخطة العالمية لسلامة المياه بالشراكة مع جميع المعنيين في مملكة البحرين. هذه الورشة تعقد لأول مرة في جامعة البحرين، وإن شاء الله هناك متابعة لهذه الورشة، وهناك تعاون مشترك لوضع خطة متكاملة بين جميع الشركاء في هذا المجال. وزارة الصحة دورهم في منظومة الرقابة على المياه، ونسعى خلال هذه الورشة لوضع خطط وطنية بالتعاون مع الجهات المختصة مثل هيئة الكهرباء والماء وجامعة الخليج العربي لوضع خطة تضمن سلامة المياه من المصدر إلى الشرب. الورشة تأتي ضمن الدراسة التعاقدية بين مجلس الموارد المائية وجامعة الخليج العربي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين 2030. هذا النمط هو عبارة عن نمط إدارة مبني على تحديد المخاطر في نظام تزويد المياه من المصدر إلى المستهلك، وإدارة هذه المخاطر، تحديدها وإدارتها بالوقت الملائم بشكل وقائي وليس بشكل علاجي. هذا المنهج هو بدأت في منظمة الصحة العالمية في تقديمه من 2003 في دلائل منظمة الصحة العالمية لجودة مياه الشرب الطبعة الثالثة، وتسعى بالعمل مع حكومات العالم من أجل تنفيذه، من أجل تبنيه. هناك حاليا 96 دولة تتبنى هذا النهج وتعمل عليه، وهناك طبعا بعد تبني هذا النهج هناك الفوائد العديدة اللي بتظهر من تبني هذا النهج. هناك دراسة نعملها حاليا لإعداد خطط سلامة مياه الشرب في مملكة البحرين. لهذا الغرض عملنا هذه الورشة التدريبية، نهاية هذه الورشة لإعداد خطة لسلامة المياه الشرب في البحرين، تتبعها كذلك مستقبلا خطط لمياه الصرف الصحي. فهي سلسلة من الورش، لكن نطمح كذلك أن في نهاية كل ورشة هناك مخرجات يعتمد عليها مستقبلا. أهداف متعددة رسمتها خطة سلامة المياه الوطنية تقوم عليها الجهات ذات العلاقة التي وضعت نصب عيونها موضوع سلامة المياه ورفع مستوى الانسجام والتعاون والتكامل بين الأفراد الممثلين لهذه الجهات، دعما لجهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى وقاية المجتمعات من سريان الأمراض المنقولة بواسطة مياه الشرب. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.